هذا ويواصل لليوم التاسع على التوالي الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، على الرغم من الإجراءات العقابية التي تمارسها إدارة السجون بحقهم، فيما تتواصل الفعاليات التضامنية معهم في المحافظات الفلسطينية كافة. لليوم التاسع على التوالي تتواصل معركة الكرامة التي يخوض خلالها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال إضرابا جماعيا عن الطعام منذ 17 نيسان، في ظل انضمام المزيد منهم للقتال بأمعائهم الخاوية نحو تحقيق مطالبهم العادلة. الوضع انفجر، لن تتوقف هذه الهبة الشعبية وسوف تزداد وتزداد. الجميع سيفقد السيطرة ما دام الإضراب مستمرا، ما دام الوضع الصحي للمعتقلين بدأ يتدهور. كل أسير فقد من 8 إلى 9 كيلوغرام باليوم التاسع. إجراءات قمعية تعسفية ضد الأسرى المضربين، عزل، منع محامين، منع أهالي، نقل وتفتيشات وإدلال. الأسرى نفسهم المضربين ردوا على هذه الإجراءات، أولا قاطعوا عيادات السجون والفحوصات الطبية، يرفضون تناول أي شكل من أشكال المداعمات، أيضا ضمت أفواج جديدة للإضراب، قاطعوا الوقوف على العدد، وبالتالي هم يساعدون رغم أنهم مضربين، وبالتالي الشعب الفلسطيني معهم الآن في نفس الخندق. هذه انتفاضة جماهيرية لن تتوقف إلى أن ترضخ حكومة الاحتلال لمطالب الأسرى المضربين. الفعاليات الفلسطينية على الأرض تواصل مساندة إضراب الأسرى وبمختلف الأشكال في الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل عام 48 والشتات أيضا، وبمشاركة كافة مركبات الطيف الفلسطيني. في رام الله اليوم تظاهرت نقابات العمال وموظفو القطاع الصحي وطلاب الجامعات. احنا رسالتنا رسالة واضحة، ان الأسرى هم جزء من الشعب الفلسطيني، وايضا هم في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية. المفروض من الحركة النقابية الفلسطينية ان تتضامن بكل قوتها وتساند هذا الإضراب لإنجاحه، لتعزيز مطالبهم، للاستجابة لمطالبهم. فلذلك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اعلن وبشكل واضح بان كافة نشاطاته ستصب وخاصة على شرف الأول من أيار لصالح الأسرى الفلسطينيين. الأسرى المضربون فاق عددهم 1800 أسير في معركة مقاومة ينسجها جوعهم ويعبد طريقها نحو الكرامة صبرهم، في ظل وضع صحي بدأ الدخول في مرحلة الخطر. هؤلاء الأسرى يرفعون شعار نموت من الجوع ولا نركع، حتى ولو كان بين جوعنا والموت مسافة إصبع. من مدينة رام الله المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.